مأزق الجوع يلاحق غزة ويخنق السكان، فلا مساعدات تدخل ولا معابر تعمل. شاحنات الإمدادات تتكدس وتنتظر السماح لها بالدخول. 3 معابر تفصل غزة عن الحياة. معبر إيرز مغلق منذ بداية الحرب، ولم يفتح سوى مرة أو مرتين قبل أشهر عدة، فهو يربط غزة مع إسرائيل. معبر رفح الفاصل بين غزة ومصر منعته إسرائيل من إدخال المساعدات إلا بحالات معينة وبتنسيق خاص، فهو مخصص منذ بداية الحرب لخروج الحالات الإنسانية ودخول الشاحنات الصغيرة، ومنذ أيام أغلق بشكل كامل واحتلته إسرائيل. أما معبر كرم أبو سالم الذي يتوسط الحدود المصرية الفلسطينية الإسرائيلية وكانت تدخل من خلاله الشاحنات الكبيرة ومعظم المساعدات، فقد أغلقته إسرائيل بشكل كامل منذ أيام. كما أن جماعات عدة من المستوطنين تعترض الشاحنات التي كانت تتجه إليه، يضاف إليها تهديدات من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بطرح قرار أمام المحكمة الإسرائيلية لمنع إدخال المساعدات لغزة بشكل كامل بما يشمل جميع المعابر، وفق ما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية. الرصيف البحري أيضاً الذي تحدثت عنه أمريكا أدخل المساعدات مرة واحدة ولم يكتمل إنشاؤه، وسط تحذيرات من الأمم المتحدة من كارثة إنسانية تدق كل شبر في القطاع وتزداد سوءاً كل يوم.